خلينا نروح لموضوع آخر. وفي كده أجواء من الفرحة والاحتفال، لأنه تم تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالي شمال سيناء، واللي شهدت استبدال السيارات القديمة بالحديثة. وتمت المبادرة بتسليم 50 سيارة أجرة بتشتغل بالغاز في شمال سيناء بدل سياراتهم القديمة. خلينا نتعرف على التفاصيل أكتر من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني بشكل عام لو حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين، ما تستهدف مبادرة هدية الرئيس لأهالي شمال سيناء لاستبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة؟ هو طبعا خليه في البداية أوجه تحية شكر وتقدير للسيد الرئيس على مبادرته، اللي هي طبعا داخلة في حاجات كتير، أهمها أولا أنه احنا عارفين أن يعني في كان زمان من السبعينات في عربيات مرسيدس قديمة اللي هي 7 راكب، دي من السبعينات لغاية دلوقتي. هذه العربيات متهالكة، والسواق او صاحب العربيه كان مجبر ان هو بيستخدمها لان هي اكل عيشه زي ما بنقول كده. من خلال مبادره السيد الرئيس باستبدال سيارات البنزين او السولر بالغاز، واستبدال برضو عمليه تخريط السيارات القديمه واستبدالها بسياره جديده، كانت محافظه شمال سيناء لها الحظ الوافر، يعني ان احنا ان شاء الله حصلت هذه المبادرة، والسواقين استلموا 50 سيارة جديدة 7 راكب، لأن العربية المرسيدس القديمة دي كانت برضو 7 راكب، فاستبدلت بسيارة لادا 7 راكب. وطبعا احنا كلنا عارفين المتانة بتاعت العربيات الروسي، في خاصة العربيات اللي هي كبيرة الشاسيه بتاعها كبير شوية، فتم الاستبدال. ويعني كانت فرحة عارمة مش للسواقين بس، إنما للشارع في مدينة العريش وفي شمال سيناء على وجه خصوص، لأن احنا إن شاء الله هذه السيارات هيتم 3 دفعات. الدفعة الأولى اللي هي كانت امبارح دي ب50 سيارة، ثم الدفعة الثانية هتبقى برضو 50 سيارة، والدفعة الثالثة 50 سيارة، وكده تقريبا يبقى بنسبة تقترب من 100% قدرنا نستبدل السيارات القديمة بالسيارات الجديدة. وعايز أأكد على حاجة، إن السواق بيسلم عربيته وياخد العربية الجديدة بدون ما يدفع ولا مليم، يعني مفيش بقى نسبة دفع، ما فيش أي حاجة. هو استبدال، يعني استبدال بالمعنى الحرفي للكلمة، استبدال بالمعنى الحرفي، يعني ما بنجيش بقى نقول طب صاد دفعة بتاع المبادرة كده بتاع السيد الرئيس يعني. يعني حاجة جميلة، وكان يوم سعيد امبارح، وأنا شددت وأكدت على السواقين في إن زي ما سيادة الرئيس عمل معاهم والمبادرة حققت أهدافها، طلبت برضو من السواقين انهم يتعاملوا مع اهلهم في مدينة العريش يعني بنفس الروح اللي سيادة الرئيس تعامل فيها مع اهالي محافظة شمال سيناء. يعني هنشوف يعني حاجات جديدة او مراحل تانية في هذا الامر يعني، ولا دي مرحلة واحدة بس؟ لا 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 لا، انتم 3 مراحل. وعلى فكرة برضو بدأنا في انشاء مركز خدمة كامل لهذا النوع من السيارات في مدينة العريش. احنا عندنا في المنطقة الحرفية مركز خدمة كامل، بحيث السواق يبقى عارف كويس قوي، مطمن بالظبط يعمل ايه وفين وتغيير الزيوت والاصلاح وكل حاجة، وفي ناس مدربين على اعلى مستوى فيها ان شاء الله. طيب ست لواء، حضرتك يعني تحدثت انه بيحصل فعلا عملية استبدال على طول، يعني وعشان كده هي المبادره هي هديه فعلا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس عايز اعرف من حضرتك، هل هناك شروط تم وضعها او بيشترط تواجدها للمنضمين في هذه المبادره؟ هل في اوراق مطلوبه؟ لا ابدا اطلاقا. وعلى فكره عايز اقول حاجه كمان، ان بمبادره من بعض رجال الاعمال وبعض الاحزاب السياسيه، كان هم اللي بيدفعوا لهم الفلوس بتاعه كل حاجه بتاعه استخراج التراخيص الجديده وكل، وحتى اما كانوا موجودين الاقامه بتاعتهم وهم في القاهره عشان الاجراءات بتاعتهم. فان شاء الله احنا امبارح الناس اتسلمت،
وهو قدامنا يومين ثلاثة أو أسبوع بالكتير عبل الجواب بتاع الجمارك ما يوصل إدارة المرور عندنا وتستخرج التراخيص في خلال أسبوع بالكتير إن شاء الله. إن شاء الله. التجهيزات في محافظة شمال سيناء بخصوص السيارات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي، حضرتك قلت لي ان في مركز خدمه، لكن انا بتكلم على البنزينه اللي أيوة بتقدم طبعاً. الغاز يعني منتشره عندنا ويعني بس الانتشار بتاعها متركز تقريبا في مدينه العريش. تمام. ان شاء الله خلال المرحله القادمه أيوة هنفتح بقى في بقيه المدن، مثلا زي مدينه بير العبد، مدينه الشيخ زويد، لان احنا طبعا في خصوصيه شويه في محافظه شمال سيناء في موضوع محطات الوقود، يعني ان احنا بنسيطر على عمليه البنزين او السولر اللي بتصرف للعربيات عشان نضمن ان هذا البنزين وهذا السولر ما يروحش لجهات تخريبيه اخرى. صحيح. فبالتالي حاكمين الموضوع جامد في 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 هذا الموضوع. الميزه بقى ان الغاز ما تقدرش تعمل بيه كده. ايوه يعني دي ميزه ما بيتاخدش، فدي ضمن منظومه الامن لمحافظه شمال سيناء ان احنا نتوسع في هذا الموضوع. وعلى فكره احنا يعني اما نعمل نسبه وتناسب بين عدد العربيات عندنا واللي اتحولت للغاز احنا من اعلى المحافظات في هذا الموضوع. عظيم هايل يا فندم. طيب سياده اللواء برضو خلينا يعني انا حريصه انه لو في مواطن دلوقتي بيسمعنا في شمال سيناء حابب ان هو يستفيد من هذه المبادره، ازاي ممكن مواطن يقدر يقدم اوراقه او يقدر يستفيد من هذه المبادره؟ بص احنا ما بنعملش اي قيود او ضوابط او شروط في هذا الموضوع الا انه يكون مالك لسياره من السيارات القديمه اللي هي المرسيدس القديمه اللي هيتم تخريتها ويكون شغال، سنه قد ايه، طويل ولا قصير، ما فيش اي شروط بنحطها نهائيا الا انه معاه يدينا الحق دي وياخد دي. طب بس عفوا يتجه لفين يا فندم لو حابب يتقدم اصلا او انه يقدم في المبادره يعمل ايه؟ يتجه يجي للمحافظة، هو بيجي المحافظة، هو المبادرة الخمسين سيارة دول تبناهم أحد الأحزاب السياسية وإحنا بنوجه لهم الشكر والتقدير على هذا الموضوع، إنما آلية العمل من خلال المحافظة بيقدم في المحافظة وبتتبع الإجراءات. والله يعني يعني أنا شايف المبادرة عظيمة وشايف كمان البعد الأمني اللي حضرتك اتكلمت عليه فعلا مهم جدا، وشايف كمان ان هي هتساعد على الحفاظ على البيئه، هتساعد على ان تكون مدينه العريش او مدن محافظه شمال سيناء رغم انها يعني مدن جميله ما فيهاش يعني نسبه التلوث اللي احنا بنتكلم عليها. لا بس أفضل. انا عايز اقول حاجه برضو ان حتى تركيب اسطوانه الغاز وكل الكلام ده اتعملت في العربيه قبل المواطن ما يستلمها، يعني 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 العربيه مش جايه مجهزه بالغاز من بره، لا ده هي بتتجهز عندنا في مراكز التجهيز الموجود. أيوه. برضو المواطن ما دفعش حاجه في تجهيز الانبوبه بتاعه الغاز ولا اي حاجه، يعني بقول لك حتى التركيب اسطوانه الغاز وتحويل السياره من بنزين الى غاز لم يدفع فيها المواطن. حضرتك يا فندم لخصتها فعلا بان هي استبدال وان هي كمان هي هديه من سياده هي الرئيس. نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.